السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم مره اخرى في قناه ايمان اليباغ. مرحبا بالناس اللي انضموا جداد في القناه. شكرا بزاف للانضمام ديالكم، شكرا بزاف للاشتراك ديالكم، وشكرا بزاف للتعليق ديالكم والدعم ديالكم. قبل ما نبدا الفيديو اليوم، باش نقول لكم واحد الحاجه. صبروا بلاتي، شحال هذه في الساعه؟ حنا دابا قول ديش كتخبر علينا. حنا دابا 29 في الشهر 8 وقسمي، عاد دخلت من الخدمه وبقى الحوايج ديال الخدمه وما بدلتش، والناس اللي متبعين في سناب شات ديالي عارفين بانني كنصور نورمالمون السبت والحد، وهذه دو سمان دو سويت السبت والحد كانت عندي الخدمه وما كنتش مساليه. دابا ماشي كنقول لكم، ماشي كتقول دابا علاش كتعاود لنا هاد الهضره وكتصدعنا وكتمنى علينا زعما جايه دير فيديو، غير باش نقول لكم راه الدعم ديالكم واللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كنقراوهم هما اللي كيعطيونا الدعم والشجاعه والقوه. واخا دابا داخل عيان كنقول لو فيت كنقرا الميساج كنقول إيه، كنلقى ايمان، كنساينو يوم الثلاثاء بفارغ الصبر ايمان، كنقلب امتى نشوف شي فيديو ديالك ونسمع صوتك ايمان، فين ما كنتفرج فيديو ديالك كنرتاح ايمان. هاد التعاليق وهاد اللايكات راه هما اللي كيعطيوني ديك القوه والدافع باش نديرو الفيديو. يعني هانتوما شوفوا داخله من الخدمه جاي عندي الحماس، حيت فكرت غدا الثلاث ما جاتنيش خاطر واخا دابا عيانه خصني نتلاح نمشي نتكى، يعني واخا تبعني المونتاج وتابعني وتابعني، ولكن التعليق ديالكم واللايكات هما اللي كيعطيونا الدعم والقوه. وشكرا بزاف 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 لهلا يخطيكم عليا، وشكرا للدعم ديالكم والتعليق ديالكم، وما تبخلوش ديما علينا بالتعليق وبالاشتراك وباللايكات. ان شاء الله اليوم الفيديو غادي تكون على اخر منتجات ديال غاسين فيتا، واحد الماركه اللي كتعرفوني انا ادوبت بنيت المواد ديالها واللي استعملتها وعجبوني. الا كنتم مهتمين بالفيديو بقوا معايا. الفيديو ديال اليوم على اخر المنتجات اللي صدرتهم غاسين فيتا، هي واحد الماركه مغربيه، سيت اون مارك فارماسيوتيك، يعني كتصوب في لابو ميديكال سميتو ميديكا اكسبو جو بونس، الا ما خفت نكذب سينو نكوريجي لكم من بعد ملي نقرا في المنتجات. هي منتجات كدير الاول الاصدارات ديالها، الاصدارات كانت منتوجات طبيعيه، الاساس ديالها هو ليزويل فيجيتال، الزيوت النباتيه، وانا كنجربت لي برودوي ديالهم في اول اصدار، وكنت كنهضروا كنعاود نهضر على الويل دورانج، زيت البرتقال، سبحان الله الليمونينيس البرتقاله، يا عاد رديت البال بلي غادي يجي الفيديو بحال. المهم كلشي ليموني مهم، نعنو شو خلي الليمون، الفيتامينات هي هذيك. دونك قلت لكم كنت استعملت عندهم زيت فيتامين، زيت البرتقال، واللي كان والمني بزاف واحد الدرجه، وكان بين المفضلات ديال مواد المنتوجات 2017، كنت هضرت عليه في الفيديو، اللي ما شافش الفيديو يشوفها، ديال افضل المنتجات ديالي في 2017. ودابا داروا اصدارات جديده وقالوا لينا خصكم غير باش تعرفوا هذا الفيديو ني با سبونسوريزي، انا ما مخلصيني، ما كندير لهم حتى شي حاجه، منتوجات اللي عجبوني كنتيستيهم وكنهضروا عليهم باش نوريهم باش نشجعوا المنتوج المغربي. ما عندي حتى شي دخل على هذا الشيء، الحاجه الوحيده اللي طلبت منهم قلت لهم الله يعطيكم الستر، هما هاد الحاجه الوحيده اللي غنطلب منكم انا هما تعطوني تمنحوا هدايا للمتتبعات ديالي. هذا ابسط اقل شيء نقدمه لكم، وبقاو معايا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله غيكون ثلاثه الرابحات. واللي كنشكر بزاف لا مارك غاسين فيها خلوني انا نختار لكم لي برودوي اللي بغيت لكم في هاد لولو، غيكونوا 3 ديال لي برودوي ان شاء الله، ويعني ما فرضوش عليا شي برودوي هما اللي بغاو، انا اللي اختارت لكم داكشي اللي بان ليا واللي جربته واللي عجبني بزاف. دونك المنتوجات اللي غادي نبداو بهم، اول حاجه خرجوا واحد سيروم كابيلير اكسترا ليسان مصوب من الكيراتين والويل دو كوكو، روستركتور اليس بور تو تيب دو شوفو، وهذا. والحاجه الوحيده اللي لاحظت بانهم خدموا بزاف على الباكاجين، واخا عرف هادشي كي سا دوموند بوكو دارجون، يعني كيزيد في القيمه، ولكن ما زادوش في الاثمنه ديال لي برودوي. دونك سو فورم هكا ديال فلاكون بومب، هذا قال لك لالا شنو فيه. بفضل تركيبته الغنيه بالكيراتين وزيت زوج جوز الهند، سيروم غاسين فيتا يضفي على الشعر لمعان وعناية كاملة ويجعله حريريا وسهل التسريح.
سيروم يحمي الشعر من جميع الاضرار الناتجه من عن التعرض على الشمس ومنتجات التصفيف والغبار. من فوائده ايضا حمايه الشعر من التقصف، صالح لجميع انواع الشعر. غير هذا بوغ فو دير، هذا سي با ان برودوي زعما ناتوريل، فيه شويه د السيليكون. هذا كيدار نورمالمون كيدار على نقطه وحيده على الاطراف ديال الشعر المتقصف، يعني ما كيدارش في لي غاسين، غير كيحمي لك الشعر من التقصفات. وهذا الثمن ديالو 58 درهم فاصلة 50. فوالا هذا المنتوج الاول ديالهم اللي خرجوا. المنتوج الثاني هو هاد لا كريم فيزاجي كور هيدراتاسيون 24 اور ا باز دو لاسيد هيالورونيك بور تو تيب دو بو. هي هادي، انا هادشي مازال ما جربتوش. قال لك لا يا سيدي، تقدر دير الفيزاج لو كور اي لي مان. انا هذا وقيلا غنخليها غير يدي باسكو هادي فيزاجي كور ما غاديش تقدر دير ليا. شاك ابليكاسيون لا بو هيدراتي فريش اي كونفورتابل، قال لك زعما كتمنح الترطيب والراحه في اليدين. ميدي باكو سميت لابوغاتوار، دونك سو سون با زعما سي ان برودوي كي ايفيكتو في لابوغاتوار، مصوب في لابوغاتوار. هذا الثمن ديالها 67.50. فوالا. والكود كور ديالي حتى هو هذا، انا الصراحه توسكي ناتوريل كيعجبني، هو هاد سوان روجينيرون اونتي فيرجيتور ا باز دو لويل دو روز دو موسكي روجينيراسيون اي سيكاتريزاسيون. هذا كونتيان كو ديزويل اسونسييل، كونتيان ديزويل اسونسييل يعني دي كونسي بور او فام انسانت اي اليتانت. هاد لو سوان روجينيرون فيه مصوب من زيت الورد، حيت لا روز فيها بزاف، الغوز دو موسكي، الغوز دو داماس، كاين بزاف الغوز دو شيلي، كاين فيها بزاف ديال الانواع. مي هادي خاصه لا روجينيراسيون ديال لي سيل، فريمون كدير لي فيرجيتور، ولكن لي فيرجيتور اللي حمرين ماشي بيضين. ان فيك كتكون لا فيرجيتور بيضاء صافي، ما اي با دي اي با سوليوشن. ملي كيكونوا حمرين كيدير ليها لي زويل، هاد النوع ديال الزيوت بحال ارغان. انا ما غاديش نديرها لي فيرجيتور باسكو داكشي اللي عندي راه بيض، دونك ما عنديش الحمد لله شي حاجه جديده. مي كنديرو لوجهي وعجبني، عجبني بزاف. انا ديجا من عشاق سميتو كيما قلت لكم الزيوت الطبيعيه. وبلاتي نوريكم هذاك اللي كان عندي، صبروا واحد الدقيقه. وكنت قبل متبع هذا اللي كنت خديت بفيليدا، هذا راه كناخذو كيتخاد خديتو ب 27 اورو برا، وكاين في لافي كلير ب 330 درهم. فيه سبعه ديال السبعيه، ما كنت هضرت لكم عليه في واحد لي برودوي تيرميني زوين ولكن غالي. دونك ها هو الحمد لله كاين في غاسين فيتا. وشحال الثمن ديالو يا لالا؟ 98 درهم. دونك الحمد لله ملي دارو، دونك انا هذا بديت كنستعملو عجبني، حيت واخا اونتي فيرجيتور يعني شنو عيد باش كيروجينيري كيجدد الخلايا، يعني حتى الوجه لا يقا با بروبليم في لي زويل اسونسييل. الحوامل واللي كيردو حيت في لي زويل اسونسييل ممنوع يديروهم. داكشي علاش البنات ما كندير لكمش فيديو على لي زويل اسونسييل، حيت صعاب صعاب صعاب، وما ناخذش المسؤوليه بانني نقول لكم على شي حاجه اللي تمشيو ديروها وديروها غلطه. واي حاجه البنات كنعاودها ونكرر باسكو لقيت شي تعاليق في لا فيديو ديال فيتامين او اللي درتها اللي مازال ما شافهاش يمشي يشوفها. حنا ملي كنقول لكم شي حاجه على تجربتنا الشخصيه، واخا تكون عندي انا لابوستيش انت لابوستيش، راه كل وحده كيفاش غادي تتفاعل مع المنتوج. كنتوما اي منتوج قبل ما تستعملوه في وجهكم جربوه مور عنقكم هنا ولا في يديكم هنا في لابارتي رطبه، تتشوفوا الا كان وجه ديك اللحمه ما تهيجاتش توكلوا على الله. كانت حسيتوا بالتهيج ولا شي حاجه حبسوا، راه حيت ماشي اللي كنقول لكم حنا شي حاجه اللي شي حاجه منزله عن تجربتنا الخاصه. ولكن انا ديما ما كنجي نقول لكم شي حاجه حتى كنطالع وكنقرا وكندير بحث قوي على المنتوج عاد كنجي نهضر عليه. انتم كتشوفوا على حساب وجهكم، جلد وجهكم. نهار حسيتوا به ناشف نستعمل الفيتامين او، نهار حسيت بوجهي فيه الحبوب ندير التيتوري. تتعاملي مع وجهك على حساب شنو كيفاش شفتيه في المرايه كيفاش صبح. دونك كيما قلت لكم انا هذا كود كور ديالي اللي عجبني عندهم ا باز دو روز موسكي. دونك هذا هناني من هذا، دونك شويه الفليسات ناقصين. وحاجه اخرين جديده عندهم هو هاد الباك هذا اللي داروه اللي عجبني، هاد الفيت داروا هاد لومبالاج، ونتمنى يديروه الصراحه يتبع هكا باك زوين كوم ايدي كادو مجموع فيه 3 برودوي اللي هما هادو. صراحه عجبني هاد الفكره ذكيه زوينه، وخدموا كيما قلت لكم على لومبالاج بزاف. وحاجه وحيده اللي غادي نوجهها للناس دراسين فيتا اللي كنتو كتشوفوا هذا الفيديو، الله يخليكم، عرفت بان صافا كوتا ام سي بو دلارجون غادي يطلب منكم فلوس كثار اون فيت فلوس زايدين في المنتوج، ديروا لي زوين في ان فيغ اوباك يكون
دونك هذا غادي نضطر ديما نبقى مخبيه في لومبالاج ومخبيه باش ما يفقدش الفوائد ديالو. دونك حاولوا ديروه لنا في زاج شويه ازرق ولا معتم كحل، ولا نتوما تشوفوا اللي اختاروه. المهم ما يكونش ترونسبارون، ما يكونش شفاف. كما قلت لكم كاين هذا الثلاثي، هذا فايت هضرت لكم عليه، فيتامين او وتقاد عليا وكنت شريته وهما صيفطوا ليا. لا فيتامين او توكوفيرول راه فيديو خاص درتها عليها، سيروا تشوفوها. وهذا اكثريه كنستعملو مثلا نهار كيكون عندي وجهي ناعش بزاف، كنشد لا كريم ديالي ولا مثلا الزيت اللي غادي ندير كندير فيها قطره ولا جوج ديال التوكوفيرول ديال فيتامين او، باش كنديرها في وجهي باش كتعزز الخصائص وكتزيد ليا الترطيب اكثر واكثر فعاليه، خصوصا كيكون الوجه مقشبر. ملي كنقول لكم مقشبر، زائد بانها ضد التجاعيد وضد شيخوخه البشره. وكذلك فاش كنستعملها في لي سيروم ديالي في لي بريباراسيون بحال دابا لي ماسك اللي غادي ندير باش ما يخسروش، هو ان كونسيرفاتور كيحافظ لك، كونسيرفاتور ناتورال كيحافظ لك المنتوجات ولا الخلطات اللي كديري بطريقه طبيعيه بدون مواد حافظه زايده تكون ماشي طبيعيه. دونك هذا فيت هضرت عليه، سير شوف الفيديو. ولكن الجديد اللي عندهم هو هاد السيروم وهاد لا فيتامين سي، هاد لا كريم هادي. الفيتامين سي هو لاسيد اسكوربيك اللي هو عنده خصائص هو كثير على الاشراقه والنضاره وضد الشيخوخه. الا بغيتو فيديو خاص على السيروم فيتامين سي قولوها لي نديرها لكم، حيت هذاك بوحدو حتى هو عنده اشكال اخرى، خصائص اخرى بحال الفيتامين او. دونك هما داروا هاد لا كريم فيتامين سي اكلا اون سيريد اونتي اج اكليرسيسون. شنو فيها؟ لا فيتامين سي 20% التركيز ديالها، ولاسيد ايالورونيك، بودر دو بيرل، اي لا فيتامين او بور تو تيب دو بو. هاد لا كريم بور لي كلاس هي بديت كنجربها، غير هادي ماشي ناتوريل، يعني فيها مواد اخرى مزيوده، ولكن الكونسونطراسيون ديالها قليله، يعني ماشي كلها فيها قوه التخربيق. غير 90 درهم لي في، مازال ما عرفتش. هادي عير كنوريكم المنتوجات، ماشي كنقول لكم زوينين ولا خايبين. دونك هادي كريم اكلا بور ليدراتاسيون صباح مساء. اللي مجرباه راه قلت لكم عليه، هو هذا الفيتامين او مجرباه ديجا وعارفه شنو كيسوى، والزيت ديال زيت البرتقال. وهذا اللي عجبتني في هادشي كله الصراحه، من غير هاد ديال السوا اونتي فيرجيتور ديال روز موسكي، لو سيروم فيتامين سي كي مهم 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 جدا جدا جدا، وكيسوى غالي الصراحه على حساب الكونسونطراسيون ديالو. كاين بورسونتاج 5، كاين 10، كاين 20، كاين 25، يعني الماكسيموم بورسونتاج هو 25 في الكونسونطراسيون في التركيز ديال فيتامين سي، مي هذا فيه 20%. وكما قلت لكم الفيتامين سي مسؤول على الرش او فات الاشراقه والنضاره وضد الشيخوخه. مهم الا بغيتو فيديو خاصه قولوها ليا وندير لكم حتى طريقه الاستعمال ديال كيفاش تستعملوه. هذا المهم خص الواحد يستعملو بحذر و كومون ديرج افيك بارسيموني بشوي، يعني تشوفوا حيت كاين البشرات الحساسين كيكونوا كاين اللي كيكون عندهم تهيج بسبب الفيتامين سي. ولكن كما قلت لكم ديما قبل ما تديروا شي حاجه تجربوها مول عنقكم ولا فشي بلاصه اخرى من غير وجهكم. هذا اللي عجبني فيه واللي قال لي مولا مارك مشكور على المعلومات، حيت انا صراحه كنهلكهم بالاسئله. خداو عام باش يصوبوا التركيبه ديال الفيتامين سي، هاد السيروم ديال الفيتامين سي، حيت كتعرفوا فيتامين سي كتاكسد بالهواء. دونك خداو عام باش يصوبوا التركيبه اللي غادي تبقى ستابل باش ما تتاكسدش. دونك شي حاجه زوينه. وقلت لكم الثمن ديالو كيدير 97 درهم فاصله 90، كتقدروا ديروا داك فاصله 90 جمعوا القضيه وسميتو ها هو في بلاصه معتمه. وخد هاد الكونط 10 ايمل دغيا طير. هما كاتبين كتستعملي جوج هاد النقيطات في الوجه في هكا اون طابوطون، ولكن دغيا كطير. دونك انا سكيفي كندير جوج نقيطات في الزيت ديالي عاد كنديرها، حيت ديك جوج ثلاثه نقيطات كتشرب بحر، ما كتقضيش ليا انا في وجهي. دونك انا هادشي بحال كنجربو، نهار نساليه ونشوف النتيجه ديالو غادي نقولها لكم في برودوي تيرمينال، برودوي فافوري ولا في شي حاجه بحال هكا. دونك هادو هما لي نوفوتي ديال غاسين فيتا. كما قلت لكم هذا التوكوفيرول القديم ديالهم، مي لا نوفوتي هما هاد فيتامين سي، لا كريم اي لو سيروم. وانا الكور ديالي هو السيروم. لو سوا اونتي فيرجيتور صراحه خصهم يحيدوا الانتي فيرجيتور، سان سوا روجينيرال يعني بور لا بو، يعني اون جينيرال حيت كي سيكاتريز كيجدد الخلايا، كي الا كانت جرحه كيقطعها. لا كندير فيديو بابا، شكرا. يعني كيدير روجينيراسيون اي سيكاتريزاسيون، سمحوا لي هاد الكلمات بالعربيه ما جاونيش دابا في بالي، سمحوا لي الناس اللي كيتبعوني من البلدان الاخرى. كنحاول ندير جهدي باش نهضر معكم بلغه مفهومه
ولكن رجع في الله راه الكلمات بالفرنساويه ما عندنا التعليم ديالنا فيه الفرنساويه كنديروا بحال ميديان نص عربي نص فرنساويه خلى على الله وصافي. و لوتر نوفوتي هي السيروم هذا و لا كريم ديال ليدراتاسيون بلاسيد هيالورونيك واللي عجبني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الا كتاب خصكم تكونوا متتابعين متبعيني هاد الايامات كلها في لي ريزو سوسيو غادي يكونوا ثلاثه الرابحات وهالكرتونه ديالكم ديال الحليبات ديالي ان شاء الله غادي يكونوا ثلاثه الرابحات غادي نلونسي واحد الكونكور في انستغرام باش نهز رابحه من انستغرام واحد في سناب شات باش نهز رابحه من سناب شات واحد اخر من لاباج فيسبوك باش نهز وحده من فيسبوك دونك شنو اللي كاين خصكم تكونوا مابونيين لي ريزو ديالي سوسيو يوتيوب انستغرام سناب شات فيسبوك كلهم ايميل يونيفير نفس الاسم يعني ما عندكم فاش تدخلوا وتكونوا ماشي غير تابوناو وتكونوا اكتيف يعني يكون واحد التبادل بيناتنا كاين واحد كنحس بكم كاينين انا بحال دابا شحال من وحده كنعقل عليها وعارفهم كاينين اللي متابعيني بشحال هادي وكيكون واحد الحوار بيناتنا واحد التاخي في الله الحمد لله دونك غادي كل نهار كل مره غادي نلونسي شي جيف واي في شي ريزو سوسيو ان جيف او فلاش ما غاديش نعلمكم عليه قبل وغادي نشوف لي بيرسون متبعيني حيت خسر لكم الصراحه اجود المنتوجات بالنسبه لي عند غاسين فيتا عندكم الفيتامين او ان شاء الله عندكم السيروم فيتامين سي والمعشوق ديالي الويل دورانج يعني هاد لو تريو هذا رائع 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 جدا 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 وعجبني حال اللي خلاني غاسي فيتا ستي حسن خلاتني لا مارك باني نختار انا المنتوجات اللي نبغي نهديهم لكم ان شاء الله اللي نبغي نهدي لكم شكرا ان شاء الله مشكورين لا مارك غاسي فيتا وان شاء الله من تالق لتالق وبقاو ديما في لي برودوي ناتوريل نشوفو كاين لي برودوي ناتوريل وكيما كنقول لكم ديما ما تنتبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم باللايكات ديالكم وبارطاجيو لي فيديو باش تعاونوني باش نكبروا القناه وكيما كنقول لكم ديما شنو 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 احبكم في الله يسهل عليكم اصاحبي.